هاي المسؤولية، مسؤولية وزارة الداخلية والدول الديمقراطية، المسؤولية السياسية تتحملها وزارة الداخلية ووزير الداخلية، والاستقالة معني بيها وزير الداخلية، أما القوى الفنية الأمنية الأخرى كامل مآلها بعد تأكيد ضلوعها في القضية، والله تراخيها، والله إهمالها للموقفين إلين يتضروا بأي ضرر بما فيه الوفاة لا قدر الله، عندهم مسطرة التأديب ومسطرة العقوبة الجنائية، والمسؤولية الأخلاقية والمسؤولية السياسية الأولى هي مسؤولية وزير الداخلية. وزارة الداخلية ما يلا تعود مشغولة بالصراعات السياسية وتصفيات الحسابات السياسية والانهماك في السياسة والانهماك في تطويع الخصوم السياسيين، والله الطبقة السياسية، والله الهيئات المكلفة بإدارة السياسة كيف سني لجنة مستقلة للانتخابات وهيئات أخرى، ما يلا تعود مشغولة بهم وزارة الداخلية وزير الداخلية عن السهر على ما يجري في المفوضيات، ما يجري في المقاطعات، ما يجري في البلديات، ما يجري داخل الوطن داخل المجتمع. هذه هي مسؤوليتها الأولى، وتعرفوا كامل عن حكومتنا هاملة هذه المسؤولية عن طريق وزارتها اللي مكلفة بهذه المسؤولية. على كل حال نحن نؤكد مطالبتنا القوية بتحقيق شفاف عاجل يضع الكل أمام مسؤولياته الجنائية والسياسية والإدارية والأخلاقية، ويا الله الجنات يصونهم هما يضع عليهم القضاء اليد ويحاكمهم محاكمة تشفي غليل المجتمع وتؤمنه من هكذا زلات، من هكذا انزلاقات خطيرة. مرحبا وسهلا.